عرفت بقى ليه انا حريص ان محدش يعرف؟ تعرف يا دكتور، اول مره اسمعك بتتكلم وبقى مش مقتنع بكلامك. انا اسف، لما كنت بتتكلم كان في حاجه حلوه دايما بتطلع من عينيك، زي شعاع طالع منهم يخش القلب على طول. النهارده والاول مره مش لاقيها. انا اسف، انا منكرش ان كلام حضرتك كلام منطقي، لما يظهر ان المنطق لوحده مش كفايه عشان الواحد يصدق اللي بيسمعه. استاذ وصل صدقني، هي دي الحقيقه. صدقني انا ما كنتش متخيل ان الكلمه دي في قاموس حضرتك ابدا. ما احنا كنا بنصدقك من غير ما تقول صدقني. بس هي دي الحقيقه. هي دي الحقيقه ولا نصها؟ هي دي الحقيقة. وأنا مصدقك يا دكتور. أنا آسف إذا كنت سخيف مع حضرتك شوية، بس أصل حضرتك ما تعرفش مكانتك عندي قد إيه. مش عندي أنا لوحدي، لأ، ده عند مصر كلها. أنا هيمنعني أنا خجلان منك عشان اضطريت أكذب. بس هنعمل إيه بقى؟ أوقات الواحد يضطر يخبي حاجة مش عشان نفسه، عشان الآخرين. وأنا مقدر يا دكتور. تسمح لي أنشر الحوار اللي أنا قطعته؟ أنا بعتذر لحضرتك للمرة التانية. ممكن أنشره؟ لسه سهران يا زينب؟ الله، بسم الله ما شاء الله. الغلة حلوة أول مرة أهي. إيه رأيك يا بابا؟ مش كأنه جديد بالظبط؟ كأنه ما هو جديد يا بنت، ده لبسته مرة واحدة. ده لسه يا بابا، فيه هدوم كتير قوي بكيس ما اتفتحتش. بص، انتوا هتوزعوا الحاجات دي ازاي يا زينب؟ دي حاجة محرجة. مين بس يا بابا اللي قالك ان احنا هنوزعها؟ احنا عاملين معرض بكرة، والهدوم دي هتتباع بأسعار رمزية، يعني بتمن غسلها في اللاندري والأكياس الحاجات دي. ربنا يحميك يا زوز. قولي بقى، تتم القميص ده بكام؟ يعني بقى وشارة كده اشتري يعني فاصل؟ قدر. لا انا شاري لاخوكي بستين جنيه بالظبط. طب ده تمنه بقى في المعرض 4 جنيه. يا بلاش. تعرف يا بابا؟ ايوه. انا كنت متصوره ان انا لوحدي اللي في المشروع ده، لكن اتفاجئت ان في ناس كتيرة قوي عندها استعداد لفكره التكافل الاجتماعي، ومش اغنيه بس، وفقراء كمان. انا مخزنه في السطح هنا حاجات كتيره قوي، مراجع وكتب وكشاكيل ومحاضرات واقلام واجهزه، حاجات كتيره قوي. انا بحلم ان انا احقق للطالب كل اللي هو عاوزه. عارف يا بابا، احنا عندنا طلبه كتيره قوي بياخدوا دروس خصوصيه بالاف الجنيهات. زمان كانوا بيحتفظوا بالشرح لنفسهم، لكن دلوقتي بيصوروا الدروس الخصوصيه عشان غيرهم يستفيد منها. الله، برافو يا بنتي. تعرف يا زينب، انا ساعات بحس ان انت بتعمليه ده احسن كتير قوي من اللي انا بعمله. ازاي يا بابا؟ وانا بعمل ايه؟ ما اتكلم، يمكن باثر في الناس شويه، يمكن بدفعهم بطريق افضل، لكن انت بتشتغلي. يعني انا كلام وانت فعل. طب والفعل ده نتيجة ايه؟ مش نتيجة كلام حضرتك؟ مش انت اللي علمتنا في البدء كانت الكلمة؟ في البدء كانت الكلمة. انت فاكر الحسين سائرة؟ عبد الرحمن الشرعي فاكر اول ملوك بيقول: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في الكلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية.
إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. برافو يا زينب.